بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ مع بعض آخر محاضرة في النيماتود، وناخد الجنرال كاركتر للسب فاميلي سبيروريديا. والماوس بارت بيبقى ليه تو لاترال ليبز، بيبقوا ممكن يبقى سب ديفايدد، وفيها فارينكس وفيها اسوفيجاس، بيبقى سلندريكال اسوفيجاس بيستيرو اند، ما فيهاش سبيكيولز ولكن سبايرالي كويلد. وكبولات ريبيرسا بيبقوا ان ايكوال وديسيمالر، والفيميل اوفي في في بيرس، يعني اوفي في في بيرس باسنج سيج شيل لارفيتد ايج، يعني الايج بتبقى ماتيور، واللايف سايكل بتبقى اندايركت، وتاخد فيها ارثروبود انترميتورز. الفاميلي الاولانيه سبيريدي، وناخد فيها الهابرونيما والسبيروسيركا، وفاميلي سيليزيا وناخد فيها جيناس سيليزيا، وفاميلي سيليزيدي وفاميلي سيليزيدي وبناخد فيها سيليزيا بارف وبناخد فيها سيليزيا. اول حاجه في الجينس هابرونيما هناخد هابرونيما ماسكا وميكروستوما وميجاستوما، ودول موجودين في الاكوينز وموجودين في الاستومك لومن، وبيبقى الفروقات بينهم عن طريق الفارنكس، بيبقى سلندريكال في الماسكا دوميسكا، ومايكرو ستوم مايكرو ستوم البق بتاعها ضيق، بيبقى شكل الفارنكس بشكل معين، وميجا ستوم بيبقى شكل يعني بنفرق بينهم وبين بعض بشكل الفارنكس. الانترميديت هوست للهابرونيما فينس هابرونيما او الستامك كور اوف كواين، هناخد منها هابرونيما ماسكا ميكروستوما ميجاستوما. هابرونيما ماسكا الهوست كواين، والهابيتات ستومك لومن، والانترميديت هوست الماسكا دوماسيكا، والفارنكس بتاعها بيبقى سلندريكا. ده شكل الهابرونيما ماسكا. اللايف سايكل بتاعتها الايج تبقى فير سمول وسين شيل وهاف الونجيتد فورم، و each egg contain already larva، بتبقى ايه اوفي في في بيرس هابرونيما مايكروستوما. احيانا الهابرونيما مايكروستوما ممكن تحط لارفا على طول. ده شكل الهابرونيما والفروقات اللي انت هتقدر تفرق بينها. في هابرونيما مايكروستوما برضه نفس الحكايه، لكن الانترميد هوست بتاعها السموكسس كالسي ترانس اللي هي ستيبل فلاي. الهابرونيما ميجا ستوما وديت الانترميديت هوست بتاعها عباره عن ايه الماسكا دوماسكا. اللايف سايكل بتاعت الهابرونيما اللارفيتد ايج او اللارفا، يعني في الماسكا دوماسكا بتحط ايج، والماسكا ميجا ستوما بتحط لارفا. في كلتا الاحوال اللارفا او الايج بتمر في الاسطول، وبعدين بيحصل لها انجستد بالماسكا دوماسكا او بالستوموكسس كالسيترانس. اللارف لما تاخدها اللارف اوف ذا ورم بيكام انفكتد وين ذا فلاي لارفا ميتامورفوز انتو ادلت. في الفتره اللي هي اللارفا بتاعت الفلاي تتحول لادلت، تكون اللارفا اللي هتاخدت دي تحولت لفيراري فورم لارفا فيها. فبيبقى فيها عندي في الاخر ماسكا فيها انفكتد سير سيد لارفا اوف هابرونيما، ودي تبقى موجوده في الكبد بتاعها، وبعدين ممكن تروح للبروبوس بتاعها. الانفكشن تيك بليس باي انجيشن اوف ذا انفكتد فلاي، بيبلع الدبانه بما احتوت من سير سيد لارفا، وبعدين اللارفا دي تروح للميوكس ممبرين في اللبس بتاع الاكواين والسوليد، واللارفا بتاعت الهابرونيما بيكام فري ان ذا ستومك اوف اكواين وتتحول لادلت على طول. يبقى خلاصه اللايف سايكل، الايج او اللارفا بتنزل في الاسطول، تاخدها اللارفا بتاعت الفلاي، وبعدين مسافه اللارفا بتاعت الفلاي تتحول لادلت، تكون اللارفا بتاعت الهابرونيما تحولت لسيرسيج لارفا، يبلع الفلاي اللي فيها سيرسيج لارفا تتحول لادلت. الادلت فورم تبقى موجوده في الاستومك، ممكن تعمل بنتريشن للميكوزا او تعمل لها اريتيشن، ممكن تعمل لي جاستريك انسر او جاسترايتس،
وبعدين ممكن تعمل لي لارج تيومر في الول بتاع السمول انتستين والهابرونيما لارفا كوز كوتينس هابرونياسيس. لما بتنزل على الجلد ممكن تعمل بنتريشن ديبوزيت اون ذا سكين او ابريشن كوز اريتيشن وانتسيب اتشنج، وبتعمل لي الهابرونيما جرانيلوما في السكين. وممكن لو هي عملت انفيجن للاي باللارفا بتاعت الهابرونيما ممكن تعمل لي بروديوس بريزيستنس نودولار كونجكتيفايتس. ده شكل الالسر اللي عاملاه الهابرونيما، شكل الالسر اللي عاملاه الهابرونيما في الحصان، وادي في الاي وادي في الدنيا كلها، وادي ده في الاستومك. شوف عامله ايه كانديوز، ده الباثولوجي بتاعها. بنشخصها دايما بالالونجيتد سين شيل لارفيتد ايج بتاعت الماسكا هابرونيما ماسكا او اللارفه بتاعت الميكروستوما والميجاستوما على طول. بعد كده عندي سبايرو سيل كالوبي، وديت بتبقى موجوده في الدوج والبوكس، والادر فورم تبقى عامله نديول في الوول بتاعت الاسوفجاس او الاورطه او الاستوما. والانترميت هوز الكوبرو فوجاس بيتلز اللي هي السنابس اللي موجوده داخل الانترميت هوست بتاعها عباره عن كوبرو فوجاس بيتلز. المورفولوجي بتاعها عباره عن ريد وورم فليشي بارت كوليد اند سبايرال وميلو في ميل زيها زي باقي السترول. لو احنا فتحنا الاورطه او فتحنا الندوز بتاعتها هنلاقيها ريدش وورم بالشكل ده برضه ميل وفي ميل، وده البكا كاتسول بتاعتها، وده شكل البيتز او الـ الحاجات اللي بتنقلها. واللايف سايكل بتاعت سبايرو سيل كالوبي، الايج لما بتنزل بتبقى كونتيننج لارفا بس في الستول، وبعدين يحصل لها انجست بالبيتل، وبعدين هاتش داخل البيتلز دي ويحصل لها اللارفا ديفولب لسيرسج لارفا وانسيستد داخل الانترميديت هوز. بعد كده يجي الدوج سوولد الانفكتد بيتلز دي بما فيها من سيرسج لارفا، يحصل لايبريشن ليها اللارفا في الاستومك، وبعدين تعمل بنتريشن للوول بتاع الاستومك، وبعدين تعمل مايجريشن للثوراسيك ارت الثوراسيك اورتا، والبارازايت مايجريشن فروم اورتا توورد ذا وول اوف ذا سيرفجاس، وبعدين يعمل لي النديوز اللي موجوده فيها وتتحول لأصل. ده اللايف سايكل بتاعت سبايرو سير كالوبي، وادي نفس الحكايه. بس جينيسيس المايجريشن بتاع اللارفا بيعمل انفلاميشن ويعمل لوكوز وتعمل لي تيومرز في الاسوفجاس والاستومك، وممكن تعمل كومبليت ابستراكشن للومن، وبعدين يحصل فوميتنج، وبعدين في الفيري انفكشن بيحصل ان التيومرز دي تتكون برضه في الاورطه، وممكن تعمل لي انيوريزم ورابشر للفيزز وليدنج تو هومرج، وتعمل فيتال ديس فيتال هومرج اند ديس. ده شكل الباثولوجيز بتاعتها. ديتكشن اوف ايج فيزز ده الدياجنوزس. بعد كده في سيليديا لاكريماليس، ودي من الحاجات المهمه موجوده في الاكوايز، ولاكريمال داكت والكونجكتيفال ساك كهابيتات، والانترميت هوست بتاعها الماسكا سبيشيز. يبقى سيليزيا لاكريماليس موجوده في الاكواينز، والهابيتات بتاعتها اللاكريمال داكت والكونجكتيفال في الاي يعني، والانترميت هوست الماسكا سبيشيز، ودي بتروح تبقى موجوده في الاي بالشكل ده. واللايف سايكل بتاعتها الفيميل اوفي في بيرس، يعني بتحط ايج فيها ماتيور لارفا، وبعدين لارفا يحصل لها هاتش في الاوكلر سكريشن، وفيرست ستيج لارفا ايتين باي انترميت هوست وهالماسكا سبيشيز، طبعا تحولت فيها ل سيل ستيج لارفا، وزي بنتريت تو ذا اوفيريان فوليكلز اوف ذا فلاي، وبعدين تنفولب للسكند ستيج لارفا، وبعدين سيل ستيج لارفا، وبعدين سيج لارفا ليف ذا فوريان فوليكل اوف ذا فلاي ماجريت تو ذا ماوس بارت فروم ويش ار ترانسفيرد تو فاينل هوست. وين ذا انفكتيف لارفا ار ديبوزيت اون ذا
conjunctiva of the final host, الادلت appear في second day. يعني الفيميل بتحط ايج، الايج بتاخدها الماسكا، الماسكا دي فيرست ستيج لارفا تحول فيها لغايه ثيرد ستيج لارفا، وبعدين تروح للماوس بارت بتاعتها، وبعدين تنزلها على الكونجنكتيفا بتاعت الحيوان، وتنزل اللارفا ديت وممكن تدخل العين وتعمل لي انفكشن وتسبب لي المشاكل الموجوده في العين، وده في خلال 7 ايام ممكن قوي تحول لأدلت. ده اللايف سايكل بتاعتها. ده الباثوجينيسيس برضو اوف سالميا ميدل كونجكتيفايتس، وافكتد اي بيكام ماركلي سوولن واند كفرد ويز اوكسيديت وباس، ويحصل لها ألسريشن ممكن الكورنيا، ودي بتبقى حاجات في غاية الأهمية في الحيوان، عشان ممكن بتعمل لي مشكلة في العين. إن أنا ديتكشن أوف ذا أدلت في الكونجكتيفا أور فيرست ستيج لارفا، يعني إحنا هنا ما فيش ما بنقدرش نشوف الإيج، لكن بنشوف الأدلت في العين. بعد كده عندنا تيشو نيماتود، ودي بتبقى موجوده في التشو مش موجوده في الانتستين، ومحتاجين فيها ان احنا يبقى نعرف بعض الكاركتر، ان الادلت ورم تبقى ثريد لايك والسمول ماوس، وانه ما فيهاش فارينكس، والصبغ بتاعها بيبقى سيلندريكال، والميل بيبقى عن ايكوال ديسيميلر سبيكيوز، واللايف سايكل بتاعتها بتبقى محتاجه لانسكت فيكتور عشان يحصل لها ترانسميشن، والادلت ميل longer than male، وبعدين في فيبيرس لينج لارفا او بيسموها مايكرو فيلاريا، والمايكرو فيلاريا ديت بتبقى ليها دياجنوستيك بوردر من حيث ان هي ممكن تفرق بين الانواع المختلفه من التيشو نيماتود. اول حاجه هناخدها في التيشو نيماتود اللي هي جينس سيتيريا اكواي، والغوص بتاعها الرومننت والاكواين، والادلت موجوده في البلوتونيه الانثوراسيك كافيتي. الادلت موجوده في البلوتونيه الانثوراسيك كافيتي. الفيكتور بتاعها المسكيتو الكوليكس والايدز. المايكروفلاري بتاعتها بتبقى موجوده في البريفيرال بلاد اند شيست، مش عايز اكتر من كده في الكلام. الباثوجينز بتاعتها ممكن تعمل لي ايراتيك مايجريشن للسي ان اس، وممكن تعمل لي لمبر باراليس. الدايجنوز ان انت تشوف المايكروفلاج. اونكوسيركا جيبسوني كاتل انترا ماسكولار كونكتيف تيشو، والمايكروفلاج موجوده في السكين ونان شيز ما بتروحش الدم، والسيميولم والكوليكويدز. والباثوجينيز بتاعتها بتعمل فورميشن فايبراس سابكوتينس نديول في الهاند ليم بتاع الكاتل، بيسموها تيومر لايك نديولز، وده الشكل بتاعها وشكل الندوز بتاعتها. وادي شايف انت هنا لو ملاحظ في الحيوانات تبقى بالشكل ده، طبعا بتعمل مشكلة كبيرة للجلد اللي موجود لانها ممكن تبوظه. وبنشخصها ناخد سنيب من السكين ونشوف المايكروفلاريا او الادلت، او ناخد بيوبسي ونعملها باثولوجي ونشوف المشكلة فيه. برضو الانكسيركا كلها زي بعض، مش عايزك تعرف الانواع، خلينا بس في الانكوسيركا. وبعدين في انكوسيركا فولفس دي بتيجي في الهيومن وتعمل ريفر بلايندنس مفيش مشكله. الهوست بتاعها المان، والهابيتات سابكوتينس تيشو، واللارفا مايكروفلاريا بتبقى موجوده في النديوز نفسها، وبتنقل عن طريق بلاك فلاي او البافلوس جانت او السيميوليا، ونفس الحكايه برضو اللارفات بتاعتها مفيش مشاكل. مش عايزك تركز عليهم قوي، تقراهم بس. وبعدين الدايروفلارا، الدايروفلارا ايميتس او بيسموها الهارت ووم اوف دوج، ودي بتبقى موجوده في الدوج والكات، وممكن تسيب الانسان في بعض الاحيان. والهابيتات بتاعتها رايت فينتريكلز او البالنورال ارتري، والمايكروفلاريا في البريفيرال براند، وبتتنقل عن طريق المسكيتو، بتتنقل عن طريق المسكيتو. واللايف سايكل بتاعتها مفيش اختلاف، ادي شكلها ممكن تبقى موجوده في الهارت بالشكل ده. Diagnosis, clinical manifestation, detection of microfilaria in thick blood film، او نعمل سيرولوجي عشان نشوف الالماس. وبعدين ديبتو لونيميا في الكامل، وموجوده في البلمونر ارتري،
والميكروفلاب في البيفر برد برضو، وتعمل كارديك ديسفانكشن، وممكن تؤدي لمشاكل موجودة في الهارت، وممكن تؤدي للديس. ده برضو شكلها والبصمة بتاعتها. وبعدين بارا فيلاريا، كل ده أسماء فقط، بارا فيلاريا مالتي بابلوزا، تبقى موجودة في الكاتل، والهابيتات بتاعها سب كوتينوس تيشو اند انترا ماسكولار كونكتيف تيشو. المايكروفلار بتاعتها موجودة في السب كوتينوس تيشو. البلاد ساكنج فلايز ده الهيماتو بيها، الفيكتور بتاعها بلاد ساكنج فلاي، وده الشكل ده. الدراكاس ميدنس او المدينه وورم، ودي كان بيسموها فينا وورم او المدينه وورم او الدراجون وورم، ودي كانت بتسيب الهيومن والدوج والهورس والزفار هوس. كان الزفار هوس ليها الانترميديت هيسا بتاعتها السايكلوبس، وده شكلها دراكاس ميدنس. ودي كانت عامله مشاكل زمان لانها كانت تنقل عن طريق شرب الميه اللي فيها سايكلوبس انفكت. ادي الانسان الحال بالصاب، اللارفا بتنزل من الاجل هنا في ميل فورم، بتبقى ميرج وتحط السكين وبعدين تحط اللارفا. اللارفا بتحاول كلها سايكلوب، تحول فيه سيرسي لارفا، يشرب الميه او الحاجات دي، ممكن تاخد انفكشن وياكل الحاجات دي المصابه باللارفا، يتحول عندها الى اضل داخل جسم الانسان. يعني مش عارف برضه باي درينكينج contaminated water with infected cyclops the development of the other ممكن ياخد سنة أو سنتين لغاية لما يحصل لها مشكلة. ودي شكلها في البستيولز دي، هذه بتطرش أو تطلع الأدر، تقدر تحط اللارفة بتاعتي. في اليوم detection of gravity merely under the skin أو detection of larva in water بالإكس راي ممكن نشخص برضو. هيومن بلاريازيز، ودي يعني مش عايزك تركز عليها لان هنديها في بتوع هيومن بلاريازيز، دي هنديها في الهيومن وشيريا بانكروفتي لولو انكوسيركا داكوس ميديز، لان كلهم دول بيعملوا حاجه بنسميها الفانتياسيس في الهيومن. بعد كده الهيومن بلاريازيز، وديت بتصيب الانسان زي اللي شيريا بانكروفتي والانكوسيركا فيرفلاس واللولو، ودول يعني نقراهم قرايه لان هم بالنسبه لنا مش مهمين. كل سنه وانتم طيبين، وبكده بخلصنا النماتود، ونلقاكم على خير في محاضرات المراجعه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.